إليك اليأس وقلت بحمق وجهل أين أنت يا رب؟ أتتك الإجابة في الآية التي تليها: وهو القاهر فوق عباده. والثانية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة تخبرك أن ما يحدث لك بعد حفظ الله لك، وتشير لك إلى أن ما تراه قليل من كثير تستحقه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تحدثنا عن الصادقين وأخذنا منهم مثالا سعد ابن معاذ لما أصيب في أكحله وسال دمه، دعا ربه صادقا فقال: اللهم إنك تعلم أنه ما من أحد أحب جهاده كالمشركين، فإن كنت أبقيت جهادا للمشركين فأبقني له، وإن كانت هذه الأخيرة فافجرها واجعلها شهادتي. وبعدين قبل ما ينهي دعوته قال: ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة. أتي بسعد ودمه يسيل على ركوبته، احكم فيهم يا سعد. قال: احكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم واطفالهم واغتنام اموالهم. قال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. صدق، دعا الله صادقا فاستجاب له ربه، وبعد قليل من حكمه مات سعد. هذا اوان الصدق، هذا زمن الصادقين، هذا زمن الثابتين، هذا زمن المخلصين، لا زمن بائعي الدين، لا زمن المرجفين، لا زمن الخائفين. أهل الخوف وأهل الوجل من خلق الله مكانهم مع المنافقين البائعين للدين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين، واثبت لدين الله، واعلم أن الأمور تجري بمقادير الله، ولن يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. وإن استطال الظلمة في باب الدنيا فانتظر أنت فضل الله في الآخر. إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك لمحكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة وإن الدعوى لا تنقضي والقاضي أحكم الحاكمين. اعلم هذا جيدا، لن يضيع حقك، لن يضيع دينك. شريطة أن تثبت لدين الله، وإن لم تثبت لن يضيع دين الله. فلدين الله رجال يخلقهم له خلقا يرفعون رايته، يثبتون أمام أعدائه، يرفعون لواء الدين، لا يبغون إلا رضا رب العالمين. معركة الإسلام معركة الدين، إن تخلى عنها المسلمون يديرها رب العالمين من فوق سبع سماوات. لن يهزم دين الله، لن يهزم إسلام أمر به الله. لكن إما أن تثبت فيستعملك ربك، وإما أن تضيع فيستبدلك ربك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم في بيع الدين، في حرب الدين باسم الدين، في الترخص في الدماء، في تحريف قال الله وقال رسوله، في الكذب على الناس، في تيسير الظلم للظالمين، في كذب على الله وعلى رسوله. لما يقول كبيرهم اضرب والله معك ورسول الله معك، من قتلهم فهو أولى بالله منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا تخشى لقاء الله؟ ألا تعلم أنك ستقف بين يدي الله؟ اسمع، في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق لأهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.